تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأعمال الإنشائية بعدد من الطرق والمحاور والأعمال الصناعية التي تربط بين شرق القاهرة وغربها، والتي تأتي في إطار المشروع القومي لتطوير شبكة الطرق بالقاهرة الكبرى. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس وجه بمراعاة تحقيق أكبر قدر من التوسعة في الطرق والمحاور الجديدة بمحافظة القاهرة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، أخذاً في الاعتبار الكثافة المرورية الحالية والمستقبلية. سيادتك فندم، مشرفنا النهاردة في مشروع امتداد محور جوزيف تيتو. المحور ده فندم استكمال لمرحلة تطوير المحور جوزيف تيتو اللي بدأناه من تقاطع مع شارع عبد الحميد بدوي حتى أسفل كوبري الحرفيين بطول 6 كيلومتر بعرض 7 حارة مرورية لكل اتجاه، بيربط من مناطق مصر الجديدة أسفل كوبري الحرفيين منه على محور جسر السويس. سيادتك أمرت فندم بتوجيهات سيادتك إن احنا نبدأ نطور الجزء من أسفل كوبري الحرفيين حتى تقاطعه مع محور الدائري ليصبح إجمالي عدد حارات 10 حارة مرورية، واقع 5 حارة مرورية لكل اتجاه، بالإضافة إن احنا عملنا 400 متر طريق خدمة لمنطقة المصانع والورش اللي في بداية المشروع من أسفل كوبري الحرفيين. سيادتك فندم الجزء ده من أهم الأجزاء اللي تم بعد توجيهات سيادتك إن احنا نطورها، لأن بالجزء ده فندم احنا كده ربطنا خلقنا محور جديد بطول حوالي 35 كيلومتر، بيربط فندم سيادتك بدايته من الدائري الأوسطي وبينتهي فندم بورورة بعدل منصور، بينتهي على محور الفريق العصار منه على محور شبرا بنها أو باستخدام شارع بورسعيد ومنه على محور تحيا مصر. سيادتك فندم بدايته من الدائري الأوسطي، سيادتك بيربط عند منطقة الشروق، بياخد كل القادمين من مناطق مدينتي العاصمة الإدارية، طرق القادمين من وجه من مدن القناة مستخدمين للدائري الأوسطي، المتجهين لمناطق شمال القاهرة وغرب القاهرة في منطقة السواح والأمرية، مرورا من الدائري الأوسطي مرورا بقاعدة المشير حسين طنطاوي، بيربط أول حاجة فندم على محور بيقابلني أول ربط بيربطه على محور الفريق سعد الشاذلي، منه فندم بيربط على مناطق الإسماعيلية القادم من الإسماعيلية على مناطق العبور وبالبيس. بعد ده سعد الشاذلي فندم بيتم تقاطعه مع الطريق الدائري، وأقدر أخد في تقاطع الطريق الدائري أقدر أتجه في اتجاه الطريق الزراعي اسكندرية الزراعي أو أتجه في اتجاه المعادي والأهرامات. بعد كده فندم في الجزء اللي سيادتك مشرفنا فيه بنوصل أسفل كوبري الحرفيين، ودي من أهم نقط الربط اللي موجودة على المحور، لأنها فندم في النقطة دي بالظبط أنا ربطت على أكتر من محور وأكتر من بديل لحرية المواطنين، سواء ربطت على جسر السويس فندم لمناطق السلام والحرفيين، أو سيادتك استخدمت المرحلة الأولى اللي هي جوزيف تيتو أربط بها على مناطق مصر الجديدة والشيراتون ومطار القاهرة، أو سيادتك استخدمت محور عدلي منصور. وفي محور عدلي منصور يا فندم انا عندي هنا اكبر محطه تبادليه هتبقى موجوده، ودي اللي بنطور حواليها طرق المنطقه كلها بالكامل، لانها هتبقى شامله اكتر من حركه المواطنين واكتر من وسيله نقل في محطه النقل التبادليه لمحور المستشار عدلي منصور. سيادتك استخدام المحور المستشار عدلي منصور بوصل بيه المناطق يا فندم الأربعين ومناطق المرج ومناطق السلام داخل المحور، ومنه يا فندم بتقاطع مع الطريق مع مترو عين شمس ومناطق عين شمس، ومنه بخرج على محور فريق عصار او باجي يا فندم باستخدام شارع بورسعيد واطلع منه على محور تحيا مصر. في المحور ده سيادتك فندم شرفتنا دلوقتي فندم بزياره برضه فندم شارع عمر المختار اللي هو شارع مهم جدا يا فندم ان احنا حررنا فيه الحركه، ان هو بيستخدم المنطقه دي برضه فندم ان انا اربط المحور اللي انا شغال فيه دلوقتي بيربط بمناطق السواح والاميريه، والمناطق دي كلها بالكامل يا فندم كانت منطقه صعوبه جدا لحركه المواطنين عشان يتحرك من المنطقه دي يا فندم، كان عشان يستخدم طريق اسماعيليه او طريق السويس كان بيلجأ يا فندم ان هو بيطلع مثلا حلوله التقليديه اللي هو يطلع على صلاح سالم او الاوتوستراد، وده كان بياخد وقت طويل جدا يا فندم. دلوقتي يا فندم مناطق السواح والاميريه والقبه لو استخدموا شارع عمر المختار ومنه على المحور بتاعنا يا فندم يقدروا يوصلوا في توقيت تقريبا يوفر حوالي 75% من التوقيت اللي كان بيستخدمه في زمن الرحله القديمه. شارع عمر المختار ده يا فندم طوله تقريبا حوالي 3 كيلومتر، بيربط بين المستشار عدلي منصور محور مستشار عدلي منصور وشارع السواح، مرورا بالفريق العصار، مرورا بشارع الترولي، مرورا بشارع الكابلات، ومنه على شارع بورسعيد، ومنه على محور تحيا مصر. ده بالنسبه يا فندم لشارع عمر مختار، وتم عمل فيه يا فندم 2 عمل صناعي كوبري سيارات
للتقاطع عشان يبقى فيش تقاطعات في كله، ده كله حرزة. التقاطع الاول مع شارع الترولي، والتقاطع الثاني يا فندم في شارع الكابلات امام حي الاميريه. ده بص انا كنت جاي دلوقتي من المحور عدلي منصور والعصار والمنطقه بتاعت المرج والمطريه وكده، نشوف ايه اللي احنا نقدر نوسع بيه على الناس في المناطق دي. تمام سيادتك بندر. نوسع بيه يعني، لان حتى اللي احنا عملناه لغايه دلوقتي ما زالت الكتله اللي موجوده كتله ضخمه جدا. تمام. وحركتها تصور محتاجه ان احنا نساعد فيه اكتر من كده. تمام سيادتك بندر. جميع الاحوال احنا هنعوض الناس. تمام يا فندم. طيب ايه تاني؟ سيادتك فندم بناء على تعليمات سيادتك برضه فندم، سيادتك بتقول على موضوع الكتله، سيادتك الخطوط باللون الازرق دي يا فندم دي سيادتك كلها المرحله اللي سيادتك صدقت عليها ان احنا نبدا نشتغل في المنطقه دي بالفعل يا فندم، جنوب الدايري في المنطقه بتاعه المرج وعزبه النخل. ودي سيادتك يا فندم احنا بالفعل بدانا دلوقتي يا فندم حصر المرافق فيها، وبنقوم باعمال الاعمال الصناعيه وبننسق مع كل جهاز اجهزه الدوله في نقل وحمايه المرافق. ودي سيادتك يا فندم سيادتك لو شفناها دلوقتي يا فندم باذن سيادتك يعني دي خلق فرص كتير للحركه، وبتخلق الحركه اللي هي في التكتلات السكنيه الكبيره قوي. منها يا فندم شارع مثلا شارع مؤسسه الزكاه، ده سيادتك يا فندم شارع كبير جدا بيوصل من الدائري، وبيوصل يا فندم ان هو كان بيربط عندي في الاخر على محطه المترو على شارع اسمه ترعه الجبل. سيادتك الشارع ده دلوقتي يا فندم هيتم تطويره بالكامل، وهنربطه يا فندم على محور الخصوص اللي سيادتك احنا شغالين فيه دلوقتي برضه، اللي هو بقى محور جديد هيربط مع الدائري بالتنسيق مع وزاره النقل يا فندم. وده جري العمل فيها يا فندم ونسبه التنفيذ فيها تقريبا 85%، وده اللي بيربط برضه يا فندم بالمحور اللي كنا بنتكلم عليه دلوقتي اللي هو محور جوزيف تيتو وعدلي منصور مع الخصوص، ويبقى عندي اكتر بديل من الدائري. احسن سيادتك يا فندم، سيادتك شرفتونا يا فندم في زياره يوم 3/12/2021 قبل 3 شهور يا فندم، وسيادتك كنا بنتكلم في محور لطف الفيا النادي ان سيادتك الاعمال الصناعيه اللي اتعملت على الدائري في الفتره دي اعمال صناعيه كتيره جدا، وكانت دي بتخلي التعدد الحركه بتسهل الناس المواطنين الحركه. سيادتك يا فندم احنا كنا واحنا يوميا كنا موجودين كنا احنا بنتكلم ان احنا عملنا 8 عمل صناعي، سيادتك النهارده بقوا 9 بعد سيادتك في زياره محور المهندس حسام الله الكفراوي، بقى عندي 9 اعمال صناعيه جديده يا فندم بعد 3 شهور من الزياره اللي سيادتك شرفتنا فيها. الاعمال دي يا فندم على سبيل الحصر سبيل المثال فندم الحصر عندي يا فندم التقاطعات هي بقت 15 عمل صناعي، 9 عمل جديد قول 15 كوبري 15 يا 15 كوبري ونفق يا فندم بتاع متعدده ما بين كوبري ونفق. التسع اعمال جديده خالص يا فندم، عندي 3 اعمال اللي هو باللون الازرق ده يا فندم دول تم تجديدهم وتطويرهم، وعندي 3 كانوا على الوضع القديم بتاعهم يا فندم. التقاطع الاول يا فندم مثلا تقاطع طريق بالبيس مع طريق الدائري، وده حرر الحركه خالص تماما فندم في منطقه الموقف العاشر، ودي سيادتك فين بيقل الحركه كلها بالكاد من القادمين من مدينه الاسماعيليه او من مناطق بالبيس والعبور الى مناطق جسر السويس ومنها الى الدايره يا فندم. كوبري جوزيف تيتو اللي سيادتك مشرفنا فيه ده اعلى الدايره فندم، ده بيجيب مناطق اللي جايه من الدايره الاوسطي كله بالكامل، مناطق القاهره شرق القاهره كله بالكامل، بيجي على مناطق فندم وسط البلد وعلى مناطق مصر الجديده وشيراتون والكلام والمطار. كوبري قاعده المشير طنطاوي فندم، وده كوبري بيستخدم دلوقتي الدوران وبيستخدم داخل قاعده المشير طنطاوي الى الدايره الاوسطي. محور لطفيه النادي يا فندم، وده محور بيربط مناطق الشيراتون ومدينه نصر ومدينه ومصر الجديده بمناطق التجمعات كلها بالكامل يا فندم، طريق السويس منه على العاصمه الاداريه، منه على الدائري الاوسطي ومنه على الدائري الاقليمي. دائري تقاطع السويس نفس الوظيفه يا فندم، قريبه من نفس الوظيفه، بس ده فندم بيسهل بيخلي يخفف الحركه شويه عن طريق الاربعه ونص او طريق السويس، وبيبدل بيبقى عندي بديل ثاني للحركه. كوبري تقاطع سمير غانم يا فندم برضه بيبدل بياخد الحركه من مناطق التجمعات بينقلها لي داخل يا فندم، بيربط على محور شينزو ابي ومنه يا فندم على الاسمرات والمقطم والدائري في اتجاه المعادي. بريال صالح فندم بيربط زهراء مدينه نصر ومدينه نصر بالكامل الى التجمعات كلها بالكامله يا فندم. المشير طنطاوي زي ما هو موجود يا فندم، ده اللي رابط ما بين التجمع والتجمعات والمحور الشهيد ومنه يا فندم على جهان السادات وعلى مناطق وسط البلد. كده احنا عملنا 9 محاور. 9 محاور بالاضافه ان كان موجود 6 يا فندم قبل كده، فعندي دلوقتي 15 محور في مسافه يا فندم من تقاطع الاسماعيليه الصحراوي مع الدايري الى تقاطع كوبري الحضارات مع الدايري في مسافه 35 كيلو متر. فبقى عندي يا فندم دلوقتي حريه للحركه من اكتر من مكان واكتر من اتجاه، وبقى المواطن دلوقتي يا فندم عنده اكتر من طريق ان هو يتحرك فيهم، وبيخفف على المحاور اللي كانت في جوه القاهره اللي عجزت عن انها كانت تشيل المرور الكثافه المروريه دي. شكرا يا رامز. و
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس تفقد أيضا استكمال الأعمال الإنشائية في محور شينزو آبي، والذي يساهم في نقل الحركة المرورية من محور الشهيد حتى العاصمة الإدارية الجديدة، مرورا بطريق السويس والطريق الدائري، وذلك بطول 15 كيلومتر وبواقع 5 حارات مرورية في كل اتجاه. شرفنا هنا فندم اعلى كوبري تقاطع محور شينزو آبي مع طريق تحيا مصر. محور شينزو آبي فندم بطول 15 كيلو متر، بيبدا من تقاطعه مع محور الشهيد لنقل الحركه المروريه داخل مناطق مدينه نصر ثم مدينه الامل، ثم موازيا لطريق السويس، ثم عبورا للطريق الدائري داخل القاهره الجديده، ووصولا عبر طريق محور السادات حتى العاصمه الإدارية الجديدة. سيادتك صدقت يا فندم لتحرير الحركة المرورية على المحور ده يا فندم ب 18 عمل صناعي، 10 كوبري، 5 نفق، 3 كوبري مشاة. بيبدأ الكوبري الأولاني يا فندم في تقاطعه مع محور الشهيد، الكوبري ده جاري العمل فيه إن شاء الله يا فندم، بيخلص في خلال شهر 4. الكوبري الثاني تم الانتهاء منه في تقاطعه مع حسن المأمون، الكوبري الثالث في تقاطعه مع محور الميثاق، الكوبري الرابع في تقاطعه مع شارع مصطفى النحات. كوبري على مدينة الأمل ده كان تحدي كبير جدا يا فندم، لأن الكوبري بطول 1.8 كيلومتر بيعبر مدينة الأمل، وليتاحت الحركة وسهولة للمواطنين استقمرت إن احنا نخلق طريق سطحي تحت الكوبري، فكان التحدي إن احنا نعمل نظام الكوبري بنظام العمود الواحد يمكن وصل لقطر 2.5 متر وارتفاع 17 ل 18 متر، عشان نقدر نوفر طريق سطحي ونحول مدينة الأمل من مدينة مصمتة لمدينة يسهل الدخول والخروج فيها، غير التحديات اللي كانت موجودة يا فندم عبر أبراج الضغط العالي والمرافق اللي تم تحويلها. الكوبري يا فندم بعد كده نزلنا عند موازيا لطريق السويس، نزلنا للكوبري مدخل جردنيا اللي هو طوله 480 متر وده جاري العمل فيها يا فندم عشان ستك، وده إن شاء الله يخلص في خلال 15 يوم. الكوبري اللي ستك مشرفنا فيه هنا يا فندم بطول 520 متر، 3 حارة مروية كل اتجاه، ثم استكمالا موازيا لطريق السويس عبر 5 أنفاق لخدمة أرض مدينة نصر، ثم عبورا للطريق الدائري من طريق كوبري الفنان سمير غالب وندخل القاهرة الجديدة استكمالا ووصولا حتى العاصمة الإدارية. كده يا فندم يبقى حققنا محور جديد داخل القاهرة يقلل حجم الحركة على المحاور القديمة الطريق الدائري في طريق مصر السويس، وبيقلل استهلاك الوقود والحفاظ على البيئه. بدانا بالفعل يا فندم في التوسعه زي ما سيادتك شايف كده، وابتدينا ناخد المخرج، وان شاء الله استكمالا ان هنا عشان في موضوع مرافق فبنبدا هناخد السطح اللي داخل، يعني احنا دلوقتي بدينا السطح اللي خارج، وان شاء الله يا فندم نبدا السطح اللي داخل. انا بس معلش اللي جاي من هنا وعايز يخش يمين كده سواء داخل الكوبري او داخل سطحي اديني هنا ما تخليهاش 5 تمام، خليها 7، خليها اوامر، خليها الارض فاضيه اهي اوامر مش كده. حاجه تاني؟ شكرا يا فندم. شكرا يا فندم.